بتقدم مع الاتحاد العام ومع الشركة المنظمة للمعرض ومع كل المشاركين، وهذا العمل ناتج تعاون كامل ما بين الوزارة وما بين الاتحاد العام للغرف التجارية، وكذلك مع كافة المشاركين معنا في المعرض. فأتمنى أن يكون عمل جيد، وبالتالي السلاسل جميعا في كل منافسها هتعمل مكان هيبقى مكتوب عليه سوبر ماركت أهل رمضان، بحيث ان يكون هناك كذلك اتاحه لكل هذه السلع في هذه الاماكن. فبكين المره دي بدري شويه عن كل سنه حتى يمكن اعداد تنظيم جيد، وسوف يكون متاح لحضراتكم. والاستاذ ايمن حسام الدين الصبح المعرض الرئيسي هيبقى في مركز المؤتمرات اللي في مدينة نصر، وده مساحته كمساحة للعرض أكثر من 15,000 متر في 5 قاعات، القاعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، كل القاعات تبقى موجودة، والتنظيم جاري، وإن شاء الله تم أخذ قرار إن الافتتاح سيكون يوم 20 أبريل، الافتتاح بدون جمهور بعد الظهر بالليل يعني، ويتم تفقد المعرض ثم سيتاح للجمهور اعتبارا من 21/4 حتى آخر يوم قبل رمضان، يطلع 4 يطلع 5 زي ما يطلع، بحيث ده المعرض الرئيسي. المعارض الأخرى هيتم استمرار العمل فيها طول ما في زباين موجودة، ولكن الجزء الخاص بمركز المؤتمرات لابد أن يتم تحديد مواعيد مع إدارة أرض المعارض بحيث يكون واضح. النقطة الثانية بالإضافة للأماكن اللي أنا قلتها جميعاً هي في كافة المحافظات، هيكون هناك سيارات متنقلة سواء بالتعاون مع الخدمة الوطنية القوات المسلحة، أو بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومثلا الشركة العامة والشركة المصرية للطين والأهرام وكافة اسكندرية اللي عندهم عربيات متنقلة، وكذلك عربيات اللي احنا اشتركنا مع الصندوق الائتماني ومع صندوق تحيا مصر، وعارفين ان احنا وزعنا عربيات في الثلاجات كلها او نص ثلاجة والجزء الثاني بدون ثلاجة. فبالتالي كل هذه الاماكن او السيارات اللي تستطيع تكون منافس توزيع هتبقى مشتركة معانا. اللي دايما تعودنا ان احنا بنعمله سنويا بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومع كافة المنتجين والتجار والسلاسل وكافة المشاركين في مجال التجارة الداخلية، وذلك لتوفير كافة السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية في شهر رمضان وبأسعار عادلة، وكل المشاركين اتفقنا على الأقل هيبقى فيه تخفيض من 15% ل 20% عن سعر المستهلك، وفي نفس الوقت في بعض الناس هتنزل أسعار عن سعر التكلفة بحيث إنها بتزيد يعني أكنها جزء. ويحضرني إن حد قال وأكثر من شركة هتنزل عن سعر التكلفة. الإعلان اللي هنعمله يبقى نازل تماما وفي
لا بنشكركم بجد يعني، انتوا عملتوا مجهود السنه اللي فاتت كلكم يعني، بس يعني حماد مالك، حماد مالك ولاد سلام. هو للاسف المعرض مش مخصص للصحيح، هو كان صاحب السلسله، بس احنا كده كده كنا موجود فيها بيعمل مثال مصر. ايه السبب السنه دي؟ وفاه صاحب السلسله نفسه. ايه؟ وفاه صاحب السلسله. المقام على مستوى كل الجمهورية، وبالتالي كسلاسل برضه لو بصينا، وانا سعيد ان يكون في المنيا وفي اسرائيل وفي كذا، وحتى مش عايز اقول اسماء معينه بقت موجوده في كثير من الاماكن، فوجود ركن تحت عنوان سوبر ماركت اهل رمضان ده يتيح لكل المواطنين انهم يقدروا يوصلوا على هذه السلع اللي هي تقريبا بسعر التكلفة إن لم تكن بعض الناس في بعض الأسعار فعلا، وبشكركم جميعا إن هو بينزل أقل من كده، وبالتالي الإتاحة وقدرة المواطن على الحصول على السلع أيا كان هو موجود، ده أحد الأسباب الرئيسية إن أنا قاعد مع حضراتكم عشان أنتوا السلاسل المواطنين معظم أنحاء الجمهورية. اتفضل. يديني كشف بالسلع زي ما عملنا السنة اللي فاتت، السلع ونحدد أبنها للسعر اللي هيعرض عشان برضه